كيفاش بحط صفر عاد كاين تخت الليمون يتابع. سرحنا الحمامة، الحمامة راه حديبة طلع حمامة. هو ما عرفتش انا حيت خوها مات، الفرخ الصغير مات، هذا الكبير هذا ما عرفتش تقدر تطلع، يقدر يكونوا جوج حمامات. ما عرفتش انا شكيت زعما فردي، ولكن في الصالة صارت حمامة الرويس ديال الحمامة. وما عرفت على الثاني اخويا اسمعي نشوف الا حبيبك الوالدي هاني اضرب هاد الجنحة ماضي وفيها الجمالية وصفة فيها الوصفة. هذوك الاولاني ديال السي محمد اللي كان كاتب راه عطاني منهم فردة وشديت واحد الفريدة اخرى كان عطاها لواحد الدري، داك الدري صاحبي عبد الباسط ولا لقته وعطاو هاد الفريخ هذا. يلا عاد ثاني حطوا لي ربي الله يرحم ليك الوالدة والوالد يستري لي فيها الرزق فيها هادشي اللي كاين. الحاجة اللي كانت حلال راه انا حاجة اللي ديالك راه مكاينش اللي تكالي. ويلا تطير عندي الطيرة الثانية هذيك اللي طارت وطاحت، طارت في العشية وسميتو راه ما نسيتها خرجت لي من بالي. شوف كل ما تلاقيتش معاك ما صافي مشات، كل ما قلتيهاش لي من خرجت لي من البال كاع. تلاقيت معاها نقول لها شفت لك شي حاجه فيها؟ انا خرجت انا نسيت ما سولتكش نسيت حيت ما قلتش غادي توصل تما، حيت هما ما عمر زعما كان عندي ولاد العمام كان عطاهم لي السي محمد، ما عمرهم وصلوا لهاد الجهه هادي ما حدا الدار غير هادي. ما عرفتش كيطرى لي واش كان داك النهار العجاج، حيت انا نطيرتهم في وسط النهار وسط حالي خليتهم في العشيه فاش جيت ما لقيتهاش. الحمام صغيره بحال الدري الصغير ما تعرفش الاول شنو كاين، خاصو حتى يلحق ويرصاو. دابا انت كنتي كانت هنا متلقى تهضر مع الحمام ياك؟ وانت شوف دابا خاصك الا انت واه ثاني خاصها دابا هذيك تمشي ولا شي مشكل؟ واه شنو؟ باقي شنو؟ الا جات عرفتها. الله يرحم ليك الوالدين. عرفت لك انا اخويا اسمعي. لا هي توكرها يقدر كاع هي موحشه وكرها. تما تلقى وكرها فهمتي وتقول واه الحمد لله. طارت على شتا الطيرة ماضية بالجامع عندها واحد الوصاف وعندها واحد الوقيفة تبارك الله. جناح صغيرة ماشي جناح صغيرة عرفت كتبان في السماء راه تبان واحد الجمالية فيها زوينة سبحان الله العظيم. وتا الشوطة تكون على حتى تتلقى ماشي زعما متلتة ولا مربعة، على حتى ديال الشوط راه فاش مشات ليا الصراحة راه تفخاست. واخا هي بوحدها هي الطيرة راه خاصك جوج خوت اللي بيتفرج في الطيرة، ولكن بوحدها وكان فيها واحد الجماليه كنت نتلقى مع واحد الفريدي كبير وتتفرج اللهم بارك. كانت جوج مرات طارت، المره الثالثه جوج مرات، النوب الاولى النوب الثانيه النوب الثالثه مشات، مشات كانت فلوته تفرفر فوق الطاره. دوك ما تنحطهمش انا كاع الطيرات، كانت اذا تفرفر ثلاثه طورات اربعه من النهار الاول فاش تقعدت تفرجت وصلت المرابعه نزلت، النهار الثاني تقعدت تركت العيال واحد شويه صافي قلت راه ما خفتش عليها. الخطره الثالثه فاش طارت صافي تمشي خليت انا ما عرفتش فين طحت. فاش رجعت تنسول الدراري قال لك راه طحت عند شي دراري هنا، فاش سولتهم ما قال لي ما شفناه. ايوا باقي في الرزق اخويا اسمعي. انت شفت هذا انت خليك هذا كنت نلاقي انا في الطيره نبدا نجرب شي شويه هذا لو وين تصفرين هذا هو البكر عندك شاو فيه دميع عينيا. انا نزيد لك الفرط التات اللي كنت نديرو معاه باش يطيرو شي طارو تيطلعو برجو شوي وي طاطع اللهم بارك على الفرط التات. هادي كاع فطيرتها جايبها لها بزاف. هذا الثوبو زوين هذا خطر. انت في الاول هاكم الف اختها فيها باك صفر مشات ليا ما سولني حد صنابر اختها مشات. زوين زوين تبارك الله بنين سنين هذا سنين
هادو هما اللي كانوا تشدو مع الريتم معاه وتخدم معاهم و اه الاخوان المهم الماتيريال اللي كنقول لك معايا وجبتي الماتيريال كامل اللي جات بالنسبه للعقنة عادي اي حاجه تقدر تستعملها ماشي ضروري تكون تاع 6 في هذا 5 دراهم في الحال تاع قرار تاع هذه الماكلة تاع ثانية احسن من جوج كاينه شي خلطة بديلة المهم انا كنفضل الارمان تاعي كتولع في خاتم مزيان الله ما خباني احسن انا ضفت بوقت عندنا بالبدي فجاه مزيان الحال الابره خدنا عليه بابا ودخلنا في الابره لما ما يكونش طايب بزاف يكون الذهبي شي اللي كاين راه بعد الحمد لله غادي نبداو نخلطو شويه المهم عينك ميزان الخلطه ما تكونش جاريه بزاف ما تكونش عاوتاني قادحه لان وليد راه مازال ما يقدروش يهضمو ولا حتى كتكون قادحه بزاف فتيبس ليهم في الحوم عندنا هاد النخيلة هادي ديما حنا في مراكش مدينة الناحية كنخلطو بالماء المهم غادي نخلطو هادشي هدا ونعاود نرجعو ليكم نطلو ليكم الإخوان راه حنا غاديين لا هكا ولينا هكا المهم الإخوان زعما هادي اللي قلت دابا راه سمعنا خوت سميتو غادي نعاود نحاول نخلطو الحرارة ديالي يمكن جدارات قام هذا بقينا تجريب يعني أبني هو هذا مزيان شوف جيب جيب أشكر لي تكون أنت ما تكونش المزيش أسمي تمام مر أسمي للجرحش للسوران قلنا كلا قلنا كنا لما يكون باسي لما يكون سخون بزاف لأن يعطي سار المكلة سخونة التهاب في الحويصرة ديالو غادي تلتهب و إلا كانت الماكلة باردة غادي تيبس ليه و غادي تولي عندو صعوبة في الهضم مفهومة فهمت معايا المهم تكون الماكلة تكون يكون الماء دافي و الماكلة تكون دافية سميتو راه غيبة شوف شوف سبحان الله شنو ريحة الماكلة و غير فهمتي ها هو تطلع عليها و تطلع عليها و تطلع عليها و تحشي الفوت ديالك باش كتغير هذاك انت كتقول يا كاروبسيس كاروبسيس الطيار